اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من انا مصري بتاريخ 12/12/2011. قبل ما نبتدي حلقتنا اسمحوا لي ان ابدا معكم في قصة، وبعد ما احكيها يعني عاوز اشارككم معايا فيها، وبعد ما اخلصها هقول لكم ليه ابتدينا بيها. كان في شارع معظم ناسه من الطيبين وفي بعض الفاسدين ككل الشوارع، عند صلاة الفجر كده او قبل الفجر الناس الساكنين في هذا الشارع سمعوا صراخ وضرب نار وصويت وحاجات إلى ذلك. بصوا من الشبابيك لقوا إن الصوت جاي من عند شقة حسن الخردواتي العريس الجديد. شوية والصوت خلص، وفي الصباح الباكر لقوا جثة حسن مرمية في الشارع ومكتوب عليها هذا جزاء من يعصى المعلم أبو شامة. وعرفوا إنه أبو شامة اغتصب زوجة حسن العريس الجديد لأنها كانت جميلة. فطلعوا بسرعة على الضابط النقطة بتاع المنطقة وحكوا له، فالضابط طمنهم قال لهم تقلقوش يوم ولا اتنين وأنا هكون قابض على أبو شامة ده. كان عدت الأيام وما اتقبضش على أبو شامة، وبرده كرر نفس الحدث مع واحد تاني ولقوه برده في الشارع في تاني يوم ميت مقتول ومكتوب عليه نفس الجملة انه هذا جزاء من يعصى المعلم ابو شامه، ومراته ايضا مغتصبه. جريوا تاني على الضابط، فالضابط صدمهم حينما قال انا مش هقدر احميكم لانه هذه الجرائم غير معروف مين الضحيه اللي جايه، مين اللي زوجته هتغتصب المره اللي جايه، فمش هقدر احميكم كلكم وعدد الافراد بتوعي قليلين، زائد ان انا مش عارف مين ابو شامه ده. فابتدى اليأس يروح لكل الناس او الناس كلها تيأس، وابتدى الناس الرجاله ما يقاوموش قوي في دفاع عن زوجاتهم حينما ياتي ابو شامه ليغتصبها، او يدافع دفاع شكلي كده حفظا لماء الوجه. وفي البدايه يعني بدا ما يبقاش في رجاله مقتولين، لكن في نساء وزوجات مغتصبات كل يوم. ففي بدايه الموضوع كان الراجل اللي زوجته تغتصب يمشي مدلل الرأس، مش قادر يرفع عينه ولا يتكلم مع الناس. بعد مرور الوقت والناس بقت لا تبالي، يعني ممكن عشان من كتر ما الحدث بيحصل فتعودوا عليه، أو لأن المصيبة سادت كل من يسكن في الشارع. في يوم من الأيام في خطبة الجمعة إمام المسجد قال إنه من يغتصب أبو شامة زوجته فهو في حكم المضطر، لأن مقاومة أبو شامة هي هلاك محتم. والشيخ ده أيضا كان زوجته اغتصبت من أبو شامة ولكنه لم يقاوم. العجيب أن الشيخ ده كان متشدد في شكل الدين، يعني لا يصافح مرأة، لا يتكلم مع مرأة غير محجبة. وجي واحد من المثقفين اللي ساكنين في الشارع أيضا مراته اغتصبت، بيكلم الناس في انه ده احنا بنتضايق لما مراتك تغتصب عشان ده نوع من امتلاك جسد المرأة ودي عادة مش كويسة. فالناس ابتدت اخلاقها تتغير وكله بقى يفرح في مصايب التاني، وطبع الشعب في هذا الشارع تغير، وابتدوا بعضهم ينحرف ناحية المخدرات والبعض الاخر ناحية التزمت الديني الشكلي من نقاب وعدم كلام امرأة ولحية و في الخطبة اللي كان بيقول فيها الشيخ ان اللي ابو شامة يغتصب زوجته هو في حكم المضطر لانه ده هلاك، وقف شاب من شباب الشارع اسمه كريم قال لا، انتم زوجتكم اغتصبت لانكم استسلمتوا لابو شامة، ولكن انا زوجتي لن تغتصب من ابو شامة وانا على وجه الحياة. الناس يعني اتريقوا على كريم، ولكن انضم الى كريم بعض الشباب وبعض القله من او بعض الناس من هذا الشارع. الخبر وصل لابو شامه ان كريم بيقول انه زوجته لن تغتصب وهو على قيد الحياه من ابو شامه. راح ابو شامه وعصابته لشقه كريم عشان يغتصبوا زوجه كريم. وقامت خناقة ومعركة شرسة، كان الشارع كله بيتفرج عليها، بل الشوارع المحيطة لأكثر من ساعة، ومات فيها اتخرجت أول ثلاث جثث لزمايل كريم. ولكن بعد شوية خرج كريم وهو بيشد
جثة أبو شامة في الأرض. فرحت الناس وهللت إنه كريم رجع حق الناس اللي ساكنة في الشارع دوت وصان شرفهم. وجي ضابط المنطقة هنى كريم وإدى التحية لزمايل كريم شهداء الشرف واللي أرجعوا شرف المنطقة ليها من عصابة أبو شامة. ولكن شوية ولما الخبر انتشر لأعضاء العصابة إن أبو شامة مات على إيد كريم، ابتدى السرقة والنهب يعني التثبيت والاغتصاب يرجع الشارع، والناس تنهب محلات وأموال. واوا مرة واحد لبان هجموا عليه ناس خدوا فلوسه وضربوه وجريوا. فكريم كان معدي بعد ما حصل الموضوع ده، فصرخ في وشه هذا اللبان في الشارع: ربنا يوديكم في داهية، انتوا خربتوا المنطقة، أبو شامة كان حمينا من الحرامية. فاغتاظ كريم كده وقال: يعني انت كنت موافق على اغتصاب مراتك وكنتش لا تبالي، ودلوقتي بتولول وتبكي كالنساء على بعض الأموال؟ وخد كريم صحابه وطلعوا على ضابط اللي في النقطة، قالوا له: انت ليه ما بترجعش الأمن وانت عارف ان الناس اللي بتسرق ديت وتنهب هم من عصابة أبو شامة بينتقموا لمقتل أبو شامة؟ فقال لهم: ده أنا بحاول بس أنا مش عارفهم. قالوا له: لا أنت عارفهم، أنت معانا ولا علينا؟ قال لهم: ده أنا أول واحد اديت تحية لأصحابك اللي ماتوا في الشرف دوت عشان يرجعوا شرف الشارع، وأنا معاكم طبعا. قال له: لكن أنت بتتكلم بس ما تعملش حاجة. اختص الضابط وكان هيضرب كريم، فكريم مسك إيده وابتدى يشك فيه، فشد الكرافتة ولقى الشامة اللي كانت الناس بتوصفها أو النساء اللي بيتم اغتصابهم من أبو شامة، إنه في شامة في عنقه. فأخذ كريم الضابط محبسه تاني. القصة دي كتبها الروائي علاء الأسواني في المصري اليوم من أكثر من أسبوعين. حبيت أقولها لكم النهاردة عشان فجأة امبارح جالي تليفون من حد أو من شابة بتدعي انه انتوا ليه مأيدين الثورة كده. انا خطيبي في مصر كان شغال في السياحة والثورة هي اللي خربتها، وكانت متحملة قوي على شباب الثورة. القصة دي: ابو شامة هو نظام مبارك الذي كان يغتصب في مصر كل هذه السنين ويأخذ اموالها ويغتصب حقوق المصريين، وكان كل اللي ماشي يقولك يا عم حد هيقدر يعمل حاجة، الناس اللي بتتظاهر ديت ما مش هيعرفوا يعملوا حاجة، منهم لله، الغلا كتر، الناس بقت مش لاقية شغل، الناس بقت مش لاقية، الناس مش بقت لاقية، واللي بيتكلم ياخدوا أمن الدولة يسحلوا، ومحدش كان قادر يفتح بقه. ولما جم الشباب في 25 يناير صاروا على هذا أبو شامة اللي هو حسني مبارك، ورجعوا شرف وعزة المصريين تاني، الناس بدأت تقول: ما في انفلات امني منكم لله، انتوا اللي بوظتوا الاقتصاد، انتوا اللي بوظتوا البلد، ما كان ايام مبارك احسن. ونسيوا ان مبارك هو اللي قال يا اما انا او الفوضى، مش الشباب هم اللي جابوا الفوضى. والضابط اللي كان بيدي التحيه لصحاب كريم في القصه هو ما يمثل المجلس العسكري والمشير، اللي جه وقال حيا الشباب وهناهم على الثورة وان هم صانوا مصر وصانوا الديمقراطية، ولكن بعد كده ما رجعش الامن، ساب فلول النظام وساب الداخلية من غير ما ترجع الامن تاني. فلما الشباب رجعوا تاني في الميدان عشان يشيلوا ويكشفوا انه المشير هو ابو شامة مبارك، ابتدوا يتضربوا والناس ابتدت تقول لهم منكم لله. العيب مش في الشباب، العيب في عصابة أبو شامة اللي لغاية دلوقتي ما رجعتش الأمن. العيب في المجلس اللي بيدعي أنه مؤيد للثورة لكنه لم يحقق أهداف الثورة. العيب مش في الشباب اللي نزلوا ميدان التحرير يوم 25 وماتوا عشان يجيبوا حقوق. العيب مش في المشاهداء اللي ماتوا في محمد محمود. العيب مش في الشهداء اللي نزلوا مزبيرو، عشان في ناس بتكلمني تقولي هو احنا كنا من امتى بننزل مظاهرات في مزبيرو، انتوا كل حاجة تطلعوا على مزبيرو. لا، الناس دي نزلت عشان حقك انت. لو انت مش مقدر ده ياريت تراجع نفسك. الناس دي
ضحت بدمها عشان في يوم من الأيام أولادك يعيشوا في إخاء ومساواة وفي دولة يسودها القانون. العيب مش فيهم، العيب في فلول النظام، العيب في عصابة أبو شامة، العيب في اللي بيبتسموا في الوش ويركبوا على الثورة عشان ما يحققوش أهداف الثورة. هنكمل حلقتنا وكل الأخبار اللي معانا، لكن بعد هذا التقرير نرجع نكمل. أنا مصري. محافظة الجيزة تبلغ مساحتها حوالي 85,000 كيلومتر مربع، وإجمالي عدد سكانها التقديري حوالي 7 ملايين نسمة. وتنقسم المحافظة إداريا إلى 9 مراكز، وقد تم تقسيمها في الانتخابات الجارية إلى 5 دوائر بالنظام الفردي ودائرتان بنظام القوائم. الدائرة الأولى قوائم دائرة قسم شرطة الجيزة، وتضم 10 أقسام، ويتنافس فيها مرشحو 9 قوائم حزبية على 10 مقاعد. أما الدائرة الثانية بنظام القوائم دائرة قسم شرطة بابا، فتضم 12 قسما، ويتنافس فيها مرشحو 13 قائمة حزبية على 10 مقاعد. ويعاني مرشح القوائم في الدائرة الثانية من ترامي أطرافها، فهي تمثل نصف مساحة المحافظة وحدها، مما يزيد من صعوبة التنافس بين المرشحين. المشاكل كلها كتير قوي، والسرقة والنهب كتير قوي، العشوائيات والكلام دوت، الأنابيب تنزل تشتري الأنبوبة دلوقتي بتاع الأنابيب بيخبط ب30 و40 جنيه. أفتكر اللي هي مش من الأدمية إن الواحد ممكن دلوقتي يسيب شغله تمام وينزل يقف في طابور كبير وبتاع عشان يحصل على انبوبه. يكتب كتير برضه وبنعاني من وجوده لان بنخاف منه برضه، من معظم الركاب بتوعه والاولاد بتوعه طبعا بيمشوا بطريقه عشوائيه وطريقه مش كويسه. العيش اللي فيه صحه هو اللي بياخد، الراجل الكبير ما بيعرفش يتلم على رغيف. بيع المخدرات هنا بقى اسهل من بيع الفاكهه اللي انت شايفها دلوقتي. أما بالنظام الفردي فتنافس في الدائرة الأولى قسم شرطة الجيزة 125 مرشحا، وفي الدائرة الثانية قسم شرطة بولاية الدكرور فتنافس 118 مرشحا، وفي الدائرة الثالثة دائرة قسم شرطة بابا فتنافس 142 مرشحا، وفي الدائرة الرابعة دائرة قسم شرطة الأهرام فيتنافس 111 مرشحا على مقعدين. وأخيرا في الدائرة الخامسة دائرة مركز شرطة أوسيم فيتنافس 83 مرشحا، يتنافسون جميعا على 10 مقاعد للمحافظة بواقع مقعدين لكل دائرة. وأهم مشاكل هنا إن إحنا كبني آدمين مش عارفين نمشي في الشارع. أكتوبر عايزة مواصلات، نزل الكهرباء، نزل الصرف السكن. مفيش رقابة على الناس، على التجار خالص مفيش رقابة. الشباب كلها عيال، مش لاقيين يشتغل، مش لاقيين فلوس ياكل. أنا بطلب العقد المحدد ده يتلغي. احنا ولا عايزين كرود ولا نهرب بيها ولا عايزين كمان، عايزين وحدات سكنية وعايزين شوية أمن بس. احنا بنشوف عندنا والله العظيم طول الليل ضرب النار بالفرد الخرطوش حضرتك، يعني ناس واقفة في الشارع شكلها غلط. ضرب بالأنابيب وضرب نار هنا، وفي ناس بتموت هنا هو عشان خاطر الأنبوبة. معيشة غلا، وناس الفقيرة البياعة تعبانة. دي كانت تقرير عن محافظة الجيزة في الانتخابات، وياريت ننزل نصوت في المرحلة التانية عشان الموضوع لسه مخلص، القصة لسه مخلصتش. معنا خبر في انه من جريدة الشروق انه بدء فرز اصوات المصريين في دول العالم وفي المرحلة التانية، وانه السفارات اغلقت التصويت. كانت الكويت هي المرة دي هي أعلى نسبة تصويت 21,000، ثم السعودية، ثم الأردن، ثم دول الخليج بوجه عام، وجات سفارة فرنسا بيصوت فيها 762، مش عارف يعني دوت. أنا يعني الخبر ده مستوقفني عن قد إيه السفارات والقنصليات المصرية في الخليج بوجه عام يعني تستاهل التحية، لأن هي بتعلن عن دوت في جرائد الخليج وفتح أبوابها، ولأنه مواعيد بين قوسين الانتخابات بتظبطها على أوقات الخليج مش متظبطها على باقي الأوقات في العالم، أنه دايما بيجي السبت والحد ويك إند في التصويت، فلما أنت تبعت صوتك بالبريد بيبقى سبت وحد أجازة، فيبتدي يروح الاثنين والتصويت، بدل مثلا ما هو كان المرة اللي فاتت مفتوح اليوم لحد الساعة 12 بالليل، المفروض المرة دي يبقى مفتوح اليوم الاثنين 12 بالليل مثلا، لا ده مفتوح يوم الاثنين 4 عصرا بس.
فتقفل، فالاصوات اللي جايه بعد كده تبقى باطله. يعني عارفين في فشل باقتدار او فشل بامتياز للسفارات المصريه باوروبا وامريكا واستراليا، عشان هم لا يهمهم كده، مش مهم عندهم حق المصري. مع العلم انه امريكا تقريبا هي من اولى الدول اللي فيها عدد مصريين مقيمين في الخارج، لكن السفاره والقنصليات في امريكا لا تعلن على الانتخابات وباب فتح الترشيح يعني او الانتخاب مع وسائل الاعلام العربيه اللي موجوده داخل البلد. عندهم جرائد عربيه كتير جدا، عندهم قنوات عربيه كتيره جدا، معاهم نمر التواصل، لكن ما بيتصلوش، كمان ما بيعلنوش على المواقع بتاعتهم، او بيعلنوا متاخر بعد ما الدنيا تفتح كده. يعني الموضوع اتفتح مثلا يوم الخميس فجرا وقفل النهارده. احنا هنا يوم الجمعه اللي فات قلنا لكم روحوا انتخبوا. على العموم يعني خلينا بقى في الناس المصريين اللي في مصر، اللي داخل مصر يعني، اللي في محافظات التسعه اللي عليهم الانتخاب، وهم الجيزه، البحيره، الشرقيه، المنوفيه، الاسماعيليه، والسويس، وسهاج، واسوان، وبني سويف. اللي في هذه المحافظات عندك انتخابات بكره وبعد اربع وخميس، اسف، اربع وخميس 14 و15 ديسمبر. من الأخبار اللي معانا برضو أن اللجنة العليا تستبدل ثلاث لجان عامة بالجيزة قبل يومين من الانتخابات. الموضوع أنه المفروض أنه في المرحلة الثانية دي فيها 18 مليون ناخب من حقهم يروحوا يصوتوا. قررت اللجنة العليا للانتخابات بتعديل ثلاث مقار فرز بالجيزة، وهي أنه تم تعديل مقر لجنة الفرز بالدائرة الثانية للانتخابات، وهي مقرها قسم شرطة بولاق الدكرور، راح اتنقل إلى شركة مطاحن جنوب القاهرة بدل من مدرسة سوزان مبارك الابتدائية. والدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة إمبابة كان اتحول لجنة الفرز اللي فيها إلى مركز شباب إمبابة بدل من مدرسة باحثة البادية. وتم تعديل لجنة الدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة أسيم إلى مركز شباب البراجيل بدل من مدرسة أسيم الإعدادية. تفسير اللجنة إن هم عدلوا اللجان العامة دي من المدارس إلى الأماكن الأخرى عشان هي يعني أماكن أوسع ويقدروا يفرزوا فيها. أتمنى إنه ما يحصلش في الفرز زي ما حصل في المرحلة الأولى، من صناديق اتكسرت واترمت، من أصوات بطلت، من ومن ومن. وأتمنى إن الفرز يبقى بشفافية فعلا، مع إنه في حاجة إنه اللجنة قالت إن هي اجتمعت على المجلس الأعلى للقوات المسلحة وطلبت إنه الفرز يكون في اللجان الفرعية عشان المشاكل اللي بتحصل من هجوم الناس على الصناديق حين نقلها من اللجان الفرعية للجان العامة وتضييع الاصوات. ولكن المجلس ما طلعش، المفروض انه عشان يعملوا دوت المجلس الاعلى للقوات المسلحه طلع قرار بمرسوم، مرسوم بقانون يعني، ولكن ما حصلش اي حاجه لغايه دلوقتي. يا ريت الناس اللي في المرحله ديت، هقول المحافظات تاني، جيزه، البحيره، الشرقيه، المنوفيه، الاسماعيليه، والسويس، وسهاج، واسوان، وبني سويف، ينزلوا ينتخبوا. في 18 مليون مصري مفروض ينتخب. المرحله الاولى كان فيها 17، نزل 8 بس، ورجعوا قالوا بعد كده نزل 10 سيان. المره دي في 18. 8 مليون يعني لو على، لو هنقيس على المرحله الاولى هنقول هينزل 10 مليون، هيبقى في 8 مليون. لا يا رب ال 18 كلهم ينزلوا، صوتك فعلا مهم. المفروض انه دلوقتي في فتره صمت، ممنوع الدعايه، ممنوع اي حاجه، يا رب ما يحصلش فيه تزوير او لعب باحتياجات المواطن زي المرحله الاولى، من الناس بتوزع هدايا قدام اللجان، من ناس بتدخل تقول لك اعمل على رمز كذا او رمز كذا. ما تتبعش من يدعي انه يتحدث باسم الدين، شوف حد عاوز يطور مصر. يا ريت ال 18 مليون ينزلوا. كمان من ضمن الاخبار اللي استوقفتني وهي بخصوص الانتخابات ايضا، انه في 40 قاضي بمجلس الدوله اعتذروا عن الاشراف عن الانتخابات. بيقول التفاصيل الخبر انه اعلن ما يقرب عن 40 قاضي بمجلس الدوله
اعتراضهم او عدم مشاركتهم في الانتخابات في المرحلة الثانية او اشرافهم على الانتخابات بسبب انه في عدم تنسيق او عدم تقدير الاقدمية في توزيع الاشراف. والخبر ده مستوقفني في انه قاضي المفروض انه بيرعى العدالة ومفروض انه الناس عمالة تقول للمصريين بلاش طلبات فئوية، بلاش المصالح الشخصية، خلونا نشوف مصلحة مصر. 40 قاضي يقعدوا في وقت مصر محتاجة فعلا اشراف حقيقي واشراف نزيه، ويا رب يكون فعلا حقيقي ونزيه، يعتذروا عن الاشراف عشان لا ده فلان دوت اجدد مني، انا اقدم منه، مفروض ابقى في الحتة دي وهو يبقى في الحتة البعيدة. يا سلام، ده ايه القضاة اللي بيحبوا مصر قوي كده وشايفين انه مصلحتهم اعلى من مصلحة الوطن يعني. ونرجع تاني كأنه في بعبع اسمه انك حرام او عيب تتكلم على القضاء. انا ما بتكلمش على الحكم دلوقتي، انا بتكلم عن تصرفات شخصية لأربعين قاضي في الجيزة. يعني دايما يقول لك ايه، يعني استجيب لنداء الوطن. لو احنا في مرحلة فعلا يعني ثورية والناس دي حاسة انه في ثورة مهمة وفي برلمان مهم هيشكل شكل مصر في المرحلة القادمة، ودوت قاعد يقول لك لا انا توزعت في منطقه بعيده عن بيتي وانا قديم، المفروض الجديد هو اللي يتوزع في الحته البعيده. ده ايه الوطنيه والفخر بتاعكم ده؟ مستغرب بجد يعني ازاي قضاه وبيتصرفوا بهذا الشكل. المهم المناسق العام بتاع الكتله المصريه بيقول نحن مصريون ولسنا رافضين للشريعه. ده من اليوم السابع وجي على لسان الأستاذ محمد أغنيم المنسق العام للكتلة المصرية، بيقول أنه ما أشيع على أننا كتلة صليبية وأننا كتلة الأباط ده وأننا رافضين للشريعة وأننا كفرة، كله تجارة باسم الدين. وده كان حديث مع وكالة أخبار الألمانية. نحن لسنا كتلة عن المسيحيين فقط، احنا كتلة عن المصريين عموما، ونحن غير رافضين للشريعة، ولكن نحن ندعي الى بناء دولة مدنية تقوم على المساواة وتقوم على دولة القانون وليست دولة من يتحدث باسم الدين. كلنا مصريين على قدم المساواة. كمان معانا تقرير عن الانتخابات في محافظة المنوفية، نروح نشوفه ونرجع نكمل الأخبار اللي معنا. محافظة المنوفية تبلغ مساحة المحافظة حوالي 2500 كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 3.5 مليون نسمة، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت والانتخاب 2,200,000 نسمة بنسبة 61%، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 525 مركزا. وتنقسم محافظة المنوفية الى 4 دوائر انتخابية للنظام الفردي، تضم الدائرة الاولى شبين الكوم، مركز شبين الكوم، مركز اوسنا، ويتنافس فيها 52 مرشحا. والدائرة الثانية تضم مراكز تلة وبركة السبع والشهداء، ويتنافس فيها 45 مرشحا. والدائرة الثالثة تضم مركز أشمون والباجور، ويتنافس فيها 59 مرشحا. أما الدائرة الرابعة فتضم منوف، مركز منوف، مركز السادات، سرس الليان، فيخوض فيها الانتخابات 46 مرشحا، حيث يبلغ إجمالي عدد المرشحين في النظام الفردي 202 يتنافسون على 8 مقاعد بواقع مقعدين لكل دائرة. الانابيب عاوزينها الراحه شويه، انا قعدت 3 ايام ادور على انبوب. الغاز اللي الناس الغاليه بتجري هيقوموا ب 40 جنيه و30 جنيه. يشغلوا الشباب اللي هو عطلان وقاعد على القهاوي طول النهار وطول الليل ده. احنا قاعدين ما احناش لاقيين شغل، احنا عايزين نشتغل. يلا اشتغلوا على دراعهم، مش قادرين مش لاقيين شغل يشتغلوا. تنقسم المحافظه في نظام القوائم لدائرتين. الدائره الاولى ومقرها قسم شرطه شبين الكوم، وتشمل شبين الكوم، اوسنا، تلا، بركة السبع والشهداء، حيث يبلغ عدد القوائم المتنافسة فيها 10 قوائم حزبية يتنافسون على 8 مقاعد. والدائرة الثانية تضم سرس الليان، منوف،
مركز منوف، الباجور، أشمون والسادات، ويتنافس فيها 9 قوائم حزبية على 8 مقاعد. الصرف الصحي، المواصلات، الكهرباء، المية، الغاز، البطالة، ويكون في عدالة اجتماعية، ويكون في عدالة في الأجور. ما الواحد يروح يعمل مصلحة حكومية بيتأخر، يقعد بالأسبوع بالأسبوع الاثنين على ما يخلصها. البائعين الجائلين مليين الشوارع، العالم مش عارفة تمشي. أولا إحنا الحكومة تنزل وينتشر الأمان في البلد، بعد كده نشوف إحنا ننتخب مين. وحلا لأزمة استغلال جهل الناخبين بلجانهم وكنوع من الدعاية في المرحلة الأولى، قررت المحافظة تجهيز لوحات كبيرة بها جميع أسماء المرشحين الفردي والقوائم لتعلق في 1288 مقرا انتخابيا. دي كانت الدوائر في محافظة المنوفية. نكمل الأخبار اللي معانا، أنه الإخوان والزراع السياسي لها الحرية والعدالة يكلفان خيرة الشاطر بمشروع للنهضة. التفاصيل من المصري اليوم بيقول أنه قال مصدر أن المشروع الذي يعده الشاطر يتضمن رؤى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لإحداث تطوير في المجتمع المصري والحكومة والتعليم. اللي يهمني هنا في الخبر ده أنه الناس دي ابتدت تتصرف فعلا على أنها هي الحكومة القادمة، أن هم من سيحكمون مصر بالفعل. فيعني شوفوا كمان في حاجة، في أنه في نوع من أنواع خطاب الناس، في أنه خلاص سلم بالأمر الواقع، الإخوان جايين جايين، فيبتدي المدني أو الليبرالي أو اللي يدعم يعني كتلة بعينها أو حزب بعينه ليس له خلفية دينية ييأس، يقول لك خلاص يا عم دول الناس بتعد في مشروع حكومة ومشروع تطوير وبتاع، خلاص هم جايين جايين، فما ينزلش، فينزل أدبحهم أكتر، فيبتدوا بالفعل يحققوا الفوز أو الاكتساح الأكثر. ودوت لو تلاحظوا الأخبار أو ما يقولونها عن أنفسهم ماشي في هذا الاتجاه، في أنه خلاص إحنا جينا، خلاص إحنا نجحنا، يا عم لسه في مرحلة تانية ومرحلة تالتة. لا برضو يا عم، طب ما تبص للكوباية نص الكوباية التانية، إنه الكتلة المصرية مثلا خدت 15%. لو جمعنا الكتلة المصرية والأحزاب الصغيرة التانية اللي خدت نسب صغيرة، هنلاقي إنه الإخوان واخدين 40 والسلفيين 20، هيبقى في 60، في 40 في الناحية التانية مدنيين، لسه في مرحلتين، فممكن النسبة دي تزيد، ممكن في بعض المرحلة التالتة نلاقي 50 و50 مثلا، 50% و50%. لا، هما بيبتدوا يخاطبوا الناس على اننا خلاص بقينا امر واقع لازم ان ترضى بيه. فياريت يعني نعي هذا وننزل ننتخب. عارفين يعني في 18 مليون مصري في المرحلة التانية بس، المرحلة الاولى كان 17 مليون، المرحلة الاولى نزل 56% من الناس، حوالي 10 مليون. طب ما تخيلوا لو 18 مليون كلهم نزلوا المرة دي. وياريت ندعم شباب بجد، يعني حكومة انقاذ الثورة او حكومة الانقاذ الوطني كلها فوق 60. عاوزين نشوف برضو يعني برلمان بقى يكون فيه ناس شباب من اللي عملوا الثورة، من اللي رجعوا حق اغتصاب المصريات من ابو شامة، اللي هو يعني رجعوا الحق المصري من نظام مبارك. على فكرة الثورة دي كانت احسن دعاية للسياحة المصرية. مفيش جريدة في العالم ما كتبتش عن مصر، مفيش حد من الناس اللي يعني محبي زيارة الدول الاخرى كله كان عاوز ينزل يشوف ميدان التحرير ده. كانت مصر كسبت دعاية ببلاش، وبالفعل كان ابتدى ناس تنزل لمصر ويروحوا ميدان التحرير ويكتبوا ويشتروا تيشيرتات وي لاف ايجيبت وكده. لكن الاحداث الانفلات الامني هي ما منعت السياحه في مصر، هي اللي تدهورت بسببها السياحه في مصر مش بسبب الثوره. المهم معانا خبر كمان بيقول انه البرادعي يدعو لتشكيل فريق لانقاذ الوطن من الانهيار الاقتصادي. الموضوع انه دعا الدكتور البرادعي لتشكيل فريق يعمل يضم ابرز الكفاءات المصريه بالداخل والخارج لوضع خطه لانقاذ الوطن من الانهيار الاقتصادي، قائلا لدينا قنبله موقوته. الموضوع بما فيه ان الاحتياطي المصري ابتدى يقل برضه، دوت مش عارفين يعني
مش هقول اسبابه لان هم يقول لك الانفلات الامني ووقف عجله الانتاج ويرجعوا السبب على الشباب، لكن بكل بساطه انت لغايه دلوقتي ما طلعتش حكم على فلول النظام اللي واخدين فلوس البلد، اللي مش هتقدر ترجع الفلوس دي غير بحكم من عندك اصلا انه الناس دي اوريدي مذنبين. هتبتدي بقى انه بما ان في حكم صادر من مصر والمحاكم المصريه ان دول مذنبين وان الفلوس بتاعتهم دي فلوس الشعب المصري، تبتدي مصر تطالب الحكومات دي باسترجاع الفلوس. ده واحد. اتنين، ما رجعتش ليه الامن عشان عجله الانتاج تزيد؟ يعني هي البضاعه اللي بتتسرق من المصانع دي برضو اللي عاملها الشباب ولا الانفلات الامني؟ قطاع الطرق اللي على الدائري وعلى الطرق الصحراويه دول برضو شباب الثوره هم اللي عاملينها؟ حاسس انه في تقاعس امني من وزاره الداخليه لسبب واضح وبسيط، انه يعني خليني برضو ما عممش، بس هي الاغلبيه من ضباط الفلول اللي هم واخدين على انه يضربوا تعظيم سلام، ويا باشا خلاص حرمته وسامحني ويسيب امين الشرطه على السواقين مثلا ياخد له 10 من ده و20 ده ومن 50 من ده ومن 100 من ده ويرجع له بالفلوس ويقسمه سوا. مش يعني ضابط الشرطه الغير شريف اللي عاوز يفضل يتعامل بان هو البيه مش ان هو في خدمه الشعب، لا انا في خدمه النظام. امن الدوله اللي تغير اسم لكن لم يتغير منهج. حمدان الصباحي مرشح الرئاسه كان في ندوه في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بيقول انه مصر مقبلة على عصر الائتلافات وعلى الاسلاميين ان يطمئنوا الناس. الموضوع انه كان حمدان الصباحي في ندوة في لجنة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكان بيكلم الطلبة بيقول انه في تخوفات من التيار الاسلامي السياسي ولازم الناس دي توضح اجندتها وتطمئن الشعب. واتكلم برضو على المجلس الاستشاري واتكلم عن الاقتصاد. معانا فيديو للندوه بتاعه حمدان الصباح نشوفها ونرجع تاني. جميل، عايزين نحقق طفره اقتصاديه كبرى. البلد دي مش هتعرف تاخد مكانتها وهي متخلفه، والتخلف ظاهره مركبه زي ما انتوا عارفين. لكن الاقتصاد والنمو في عرض الزراعة والصناعات تقوم على الزراعة والمجتمعات.
شباب وسكن وإقامة حياة لملايين من الشباب المصريين المشتاقين للشغل. بس ده يحتاج إن الأرض ساعة تيجي تتعمر تتوزع العالم، مش تتوزع كما وزع في زمن الثروة والسلطة على المحاسيب. آلاف الأبناء لشخص واحد بتروش للفدان، لا تتوزع على ولاد مصر شبابها وفلاحيها ومعتديها اللي يقدروا يعتدوا فيها ويجيبوا منها ويعيشوا عيشة كريمة تحفظ لهم كرامتهم وتنمي البلد وتكبرها زي ما احنا عاوزين. الحل الفردي الشخصي الذاتي لكل واحد فيكم مربوط بحلم وطني، لان الكائن الطبيعي الانسان بفطرته لابد ان يكون طموح ومتطلع لانه يعيش حياه كريمه. احنا عاوزين نحافظ على هذا الدافع الفردي الحلم الشخصي، لكن عاوزين نعمل حاجة مهمة أوي بعد ثورة 25 يناير، إن حلمك يرتبط بحلم. دي كانت يعني مقتطف من ندوة حمدين الصباح في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. معانا خبر أو نص من مقابلة الأسواني اللي نشرتها صحيفة الاندبندد، بيقول إنه أمن الدولة لا يزال يعمل بكامل قوته. ده يعني ترجمة الحوار على اليوم السابع. بيقول علاء الأسواني إنه مشاركة عدد كبير من الناخبين مش دليل على تأييدهم من المجلس العسكري، ولكن تأييدهم على أنه لازم تتسلم السلطة إلى مدنيين وإلى جهة مدنية. بيتكلم كمان أنه في قسم كامل بأمن الدولة لسه بيعمل بكامل قوته، والدليل أنه هو تسريب البلطجية والمخدرات إلى ميدان التحرير، وعند بدء الانتخابات كل البلطجية انسحبوا. فبيقول ان ده مش محتاج ذكاء، انه دول بياخدوا تعليمات امتى يخشوا الى الميدان ويحاولوا يسيطروا عليه وامتى بينسحبوا. كمان انتقد وزير الداخلية السابق منصور العسوي انه قال اكثر من مرة انه ما فيش قناصة، وفي الاخر اكتشفنا انه في قسم خاص او سلاح خاص اسمه سلاح القناصة في وزارة الداخلية، وانه كل وحدة من قوات الامن لازم ان يكون معاها قناص على الاقل. فازاي وزير الداخلية يا اما مش عارف فدي مصيبة، يا اما بيكذب فدي مصيبة اكبر. كمان انتقد الاوضاع السياسية وقال انه هناك اتفاق ما بين الاخوان والجيش على اختراق الازمات في العشر شهور دول عشان لضرورة لتمارس ضغوط على الشعب لكي يكره الثورة، وجت احداث 19 نوفمبر ليعود الشعب الى الميدان. وهو كان بيتكلم على الانفلات الابني اللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده، وقال انه الثورة حقيقية ولكن تغيير النظام القديم بنظام جديد نقي يحتاج الى وقت، لان الفلول مش هتسمح بذلك. عاوز اقول لكم بخصوص المجلس الاستشاري اللي كان المفروض يتعمل بعد الثورة مباشرة، ولو كانت عمل بعد الثورة مجلس استشاري مدني كان حل ازمات كتير جدا، وكان فعلا ساعد في العملية السياسية، لانه العسكر ما هماش سياسيين واخدين على الشخط والنطر او الاوامر بس، ولذلك مصر تدهورت. او يمكن يعني خليني سيئنا شوية، يمكن عشان هم تلاميذ مبارك مش عاوزينها تسلم بالساهل او يعني تتصلح بالساهل. المجلس الاستشاري دوت تم انتخاب وزير الاعلام منصور حسن رئيسا ليه، ونقيب المحامين سامع عاشور وابو العيلة ماضي زعيم حزب الوسط نائبين له. وقال انه الفقيه الدستوري محمد فرحات هيكون امين عام المجلس.
المجلس دوت يعني من ضمن الحاجات اللي الثابته فيه انه هيكون اجتماعه اسبوعي على الاقل، ولكن ممكن ان يجتمع بصفه اكثر من ذلك اذا طلب ثلاثه من اعضاء المجلس او اذا طلب ذلك رئيس المجلس اعلى القوات المسلحه. ودوره سيقتصر على تقديم المقترحات والنصائح للمجلس العسكري، لكن مش هيكون عنده صلاحيات تشريعية. وده اللي أكده الخبر اللي جاي معنا بعد كده، انه المجلس العسكري يؤكد انتهاء دور المجلس الاستشاري بانتخاب رئيس للجمهورية. تفاصيل الخبر انه الرأي او المشورة بتاعت المجلس الاستشاري دي هتكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولكن غير ملزمة، وانه دوره هينتهي بانتخاب رئيس للجمهورية. لكن انا عاوز اقف شويه هنا. طب يعني هل هو فعلا هيكون مفيد في هذا الوقت، ولا هو يعني مجرد بس مجلس استشاري شكلي عشان نهدي من الشباب شويه؟ طب يعني لغايه دلوقتي يقول لك صلاحياته مشوريه بس، طب مش مفروض تكون في بعض الأسباب أو واحد اثنين ثلاثة تكون ملزمة إذا حدث كذا أو كذا أو كذا؟ ما هو لو المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المتحكم في المجلس الاستشاري، وهو المتحكم في الحكومة، وهو المتحكم في البرلمان طبقا للإعلان الدستوري اللي قلنا يا ريت نقول عليه لا، ولكن تيارات الإسلام السياسي اللي دلوقتي بتبكي على صلاحياتها، لأن هم هياخدوا بقى يعني بيقولوا إن إحنا خدنا أغلبية في مجلس الشعب، مجلس الشعب بدون صلاحيات، ده طبقا للمادة 54 64 مش فاكر رقمها بالظبط، اللي من إعلان الدستوري أي سينك 54 يعني تقريبا. فإعلان قانون، الموافقة على قانون، كل دوت في إيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تشكيل حكومة في إيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعني إنه يدعي المجلس الشعب ومجلس الشورى للإنعقاد أو يفضه برضه في إيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فلو دي كلها بس براويز للمجلس الأعلى يبقى كده إحنا بنضحك على نفسينا. عاوزين كده صلاحيات. ونجينا للواقع القانوني إنه أصلا المجلس الشعب دوت أو البرلمان اللي هيتشكل ده اللي هيتم حله، المفروض يتم حله بعد انتخاب رئيس الجمهورية، ان هو وظيفته انه يضع دستور جديد يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، بعد كده يتم انتخاب رئيس الجمهورية، بعد انتخاب رئيس الجمهورية المفروض يتم حله ويبتدي بقى نشوف بقى، لانه هيبتدي نوضح بقى بقينا برلماني ولا برلماني رئاسي ولا نظام رئاسي بس، ويبتدي انتخاب البرلمان الجديد على الدستور الجديد. مش هيبقى في دستور بيحكم البلد ولكن البرلمان غير خاضع لهذا الدستور انه مشكل من قبل. هنشوف. ولكن من ضمن الاخبار برضو اللي معانا بخصوص المجلس الاستشاري، وانه الشيخ يوسف البدري يقيم دعوة للمطالبة باستبعاد ساويروس من المجلس الاستشاري ومنع الوزراء من استخدام مبنيه. الموضوع انه الشيخ يوسف البدري وعصام محمد ده محامي قاموا بدعوتين في القضاء الاداري، واحده انه يشيلوا نجيب ساويروس من المجلس الاستشاري، واحده الثانيه انه الوزراء والمسؤولين ما يستخدموش موبينيل. وبيقولوا في الدعوه انه موبينيل مخترقه من المخابرات الاسرائيليه فما ينفعش يستخدموها المسؤولين. مهم، كان في فيديو او يعني فيديو معانا عن معرض جدع يا باشا، ده معرض اقيم في كليه الطب جامعه القاهره بالقصر العيني، قاموا بيه مجموعه من الشباب عشان يرووا لباقي الطلبه موضوع جدع يا باشا واحداث محمد محمود. نشوف الفيديو ونرجع تاني. معرض النهارده ده تاني معرض تاني بالتعاون ما بيننا وما بين شباب القصر الحر بعد المعرض بتاع الفتره الانتقاليه عسكر الحرميه، اتعمل قبل احداث محمد محمود باسبوعين. المعرض المره دي اسمه جدع يا باشا، بيتناول احداث محمد محمود وبيحاول يوصل الطلبه اللي حصل في شارع محمد محمود في ميدان التحرير بعد ما الاعلام المصري عمل نوع من انواع تشويه الفكره عندهم وغير الاحداث تماما. احنا وحركه شباب القصر الحر والطلاب الاشتراكيين السوريين بجامعه القاهره اتفقنا ان احنا نعمل ايفنت النهارده
هو الايفنت كان تضامن مع مصابين وشهداء 19 نوفمبر، وعرض الاحداث برضو عن طريق صور وكاريكاتير لحظات 19 نوفمبر عشان يبين للناس، في مش كل الناس شافت الاحداث بعينيها، في ناس بتتفرج على اخبار مضروبه او مش مزيفه مش حقيقيه، فاحنا بنعرض الصور الحقيقيه من واقع الاحداث هناك وبعض الكاريكاتيرات. الصور اللي موجوده هنا كانت بتوصف كل حاجه يعني بالظبط، بلس بقى الكاريكاتيرز اللي كانت يعني توصف الوضع عامل ازاي يعني، ده غير المسرحيه اللي احنا عاملين برضو مسرحيه هنا، كانوا عاملينها مسرحيه هنا تمثيل صامت فانتو مايم، كان عشان تتكلم عنها على حصل بعض هنا بجد خلانا نحس ان في ناس كتير عينيهم راحت عشان احنا موجودين لغايه دلوقتي، عينينا الاثنين موجودين، الناس اللي عينيهم راحت احنا ما كناش حاسين بيهم، وفعلا ما حسيتش بيهم الا لما حطيت الاي باتش كفر على عيني. فين مصر يقرب من عينينا، اسكت طارق مالوش رايع، فين مصر يقرب من عين غصيبة وربنا كبير، وانتوا اللي هتنقذوا مصر في المرحلة الجاية، الشغل كله عليكم انتوا. الشباب هم اللي هينقذوا مصر فعلا في المرحلة اللي جاية، وبخصوص بقى أحداث مزبيرو اللي مش هتتنسي لأنه لغاية دلوقتي ما اتخدش فيها قرار. معنا خبر بيقول أنه انتدب قضاء لتحقيق في أحداث مزبيرو، والخبر ده من مصر اليوم، ولكن يعني مستوقف عنده شوية لأنه رئيس محكمة استئناف في القاهرة مستشار عبد المعز إبراهيم انتدب اثنين من القضاة للتحقيق في وقائع الاعتداء على قوات الأمن أمام مزبيرو، مش التحقيق في مقتل متظاهري مزبيرو، مش في تحقيق في دهس الأقباط في مزبيرو، لسه بيستخدموا عبارة الاعتداء على قوات الأمن، لسه مش معترفين إنه في أقباط سال دمهم في مزبيرو من قوات الأمن، لسه بيستهبلوا على الشعب المصري، لسه بينكروا وحشيتهم في قتل الشعب المصري، ولا كأننا بندم في ملطة ولا الهوى. طلعت تقارير وطلعت فيديوهات وطلعت وطلعت، كان اخبطوا راسكم في الحيط، هنعمل اللي هنعمله. القضية موظفة أو تم توصيفها اعتداء على قوات الأمن، ما هو بالتالي يبقى كده مفيش أي حد من الأقباط اللي اتدهسوا اللي اتضربوا بالنار هياخد حقه، لأنه اللي مات ده متهم في إن هو كان بيعتدي على الأمن. يعني منتهى الاستهبال، أنا مش لاقي كلمة تانية أقولها، منتهى الكذب. يعني أنا مش عارف يعني نعمل لهم إيه أكتر من إنه إحنا بعتنا فيديوهات موثقة، بعتنا تقارير. يعني الأسبوع اللي فات رحنا أستاذ وظيف نصر الله وخدني معاه، رحنا سلمنا جواب يدا بيد للقنصلية المصرية بنتكلم في إنه إحنا عاوزين تحقيق في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا والملف الأمن القبطي وكذا، ما جاش أي حاجة، لسه بيتكلموا في إنه اعتداء على الأمن. واللي يغيظ أكتر، خلينا نتكلم بالبلدي بقى بصراحة، يعني إنه في لجنة وزارية بتدرس لسه أو هتدرس ضم ضحايا مزبيرو وضحايا محمد محمود معاه شهداء الثورة. ده الخبر ده من اليوم السابع، انه كمال الجنزوري شكل لجنة هتدرس ضم ضحايا مزبيرو ومحمد محمود الى شهداء الثورة. الوضع انه تيجي نحسبها، شهداء 25 يناير تم قتلهم من النظام عشان كانوا بيتظاهروا ضده وعشان كانوا بيطالبوا بحقوقهم وحقوق الشعب المصري، وبالتالي نفس الواقعة حدثت في مزبيرو وفي محمد محمود، شهداء هذه المناطق تمت قتلهم من النظام ومن قوات النظام عشان كانوا بيتظاهروا ضد النظام وعشان كانوا بيطالبوا بحقوقهم. ولكن اللي ماتوا في محمد محمود واللي ماتوا في مزبيرو مفيش في تصريحات الدفع سبب الوفاة، مفيش في شهادة الوفاة ان هم تم دهسهم او قتلهم او تم ضربهم بالخرطوش او بخصوص الناس بتاعت محمد محمود. وبالتالي
زي ما بيقولوا بالبلدي كده هيبقى موت وخراب ديه. انه في ناس من الناس اللي ماتت دي كان العائد الوحيد لاسرته، فولا في معاش هياخده ولا في حقوق هياخدها، ويبقى توفى فداء لحقوقه وحقوق المصريين، ولكن عند الحكومة بتاعة البيك كبير اللي كان بيتظاهر ضده هتقول عليه ان هو مجرم وان هو مش شهيد لا يستحق شيء. انا كنت فاكر ان هم خلاص انضموا لشهداء الثورة، واصلا شهداء الثورة ومصاب الثورة لغاية دلوقتي ماخدوش حقوقهم من صندوق اللي تم تشكيله ده. في مناظرة حصلت ما بين الأحزاب في الجيزة أو ممثلي بعض الأحزاب، وكانت يعني شكلها يعني مناظرة سياسية كويسة، نشوف في التقرير دوت ونرجع نكمل حلقة. أول ميزة أساسية إن إحنا بنتعرف على فكرة بعض، بنحاول نوصل لنقاط التوافق، لان في بيننا نقاط توافق كتير جدا، سواء احنا اتكلمنا على اقصى يمين او اقصى يسار. المناظرات دي بتبرزها وبتبرز الافكار وتخلي بعد كده الناخب افضل على اختيار اللي من وجهه نظره افضل واحد يمثله داخل البرلمان. انا رايي ان هويه دوله مصر دوله عربيه اسلاميه، يجب ان تكون دوله ديمقراطيه، يعني ليست عسكريه، مدنيه كمان. اي حاجه تصل للمجتمع نقدر الاحزاب خصوصا اللي هي لسه بقى لها 3 شهور تطلع برنامجها للناس، لان الحقيقه الناس ما كانش عندها فرصه تعرف البرنامج بالظبط مفيد. لان انا لو انا بفكر ان احنا عايزين نعمل خلق لفرص العمل، عايزين ان احنا نولد وظائف، يبقى احنا كمان لازم نبص نشوف احنا بندير البلد ازاي. اللي احنا بنشوف دلوقتي من يعني صعود شديد للتنشئ الطائفي في الوطن العربي، ده معناه فشل انتاج الدوله القوميه العزيزه. نوضح وضعنا ايه في الانتخابات، نوضح التجاوزات اللي حصلت في المرحله الاولى، كل ده يعني كان بيبقى فايده ان احنا نعرف الناس بيه. الحزب الوسط حقق نتائج من وجهه نظري ومن وجهه نظر الحزب الثوري مبهره جدا، لان احنا اولا مش في اتحاد، يعني احنا شغالين لوحدنا كحزب. ازاي تستبدل السياسه الاستبداد، ازاي البني ادمين يتحولوا في عمليه سياسيه؟ دي كانت زي مناظره سياسيه لبعض الاحزاب في الجيزه اللي هم ضمن المرحله الثانيه. هو كل الاحزاب في المرحله الثانيه، بس اقصد يعني دول ممثلي الاحزاب في منطقه الجيزه. هرجع تاني زي ما ابتديت في اول الحلقه، يا ريت ننزل الناس اللي ساكنة في التسع محافظات بتوع المرحلة التانية، في 18 مليون ناخب المفروض يطلب أصواتهم، يا ريت كلنا ننزل. الشيخ حازم شومان بعد ما كان بيقول انه الربلالية يعني أمي أنا ما تلبس حجاب، أمك أنت ما تلبس حجاب، على البرادعي، وطلعت مامة البرادعي أو الحاجة والدة البرادعي لابسة حجاب. النهاردة في جريدة البديل الإلكترونية شومان في ندوة في جامعة القاهرة: الحمد لله الذي جعلني أقف في جامعة أسست لتغيب شرع الله. جامعة القاهرة في نظر حازم شومان الشيخ والدعية السلفي تم تأسيسها لتغيب شرع الله. دي كانت في ندوة عملتها أسرة حزب النور السلفي في كلية التجارة، وحضرها الآلاف من الطلاب في جامعة القاهرة، ويخطب فيهم في ان هم سيسالوا على اصواتهم يوم القيامه، ولو ما اديتهاش لمن ينور طريق الحياه في مصر ويعطي النور للناس، طبعا كل ده يعني دلاله على حزب النور السلفي، ستسال امام الله انك لم تنصر الاسلام على وعلى وعلى وعلى. بقى جامعه القاهره اللي تم تاسيسها عشان تدي افكار، وهي اقدم جامعه في تقريبا في المنطقه العربيه، اكثر من 100 عام دلوقتي، 100 وشويه، وتم تاسيسها عشان تنور عقول الناس، طلعت لنا حد زي طه حسين، بقت تم تاسيسها عشان تغيب عقول الناس، عشان تغيب شرع الله. جامعه القاهره، ما هو اصل الشاب لما يبقى متعلم هيبتدي يجادل الشيخ حازم، مش هيبتدي يمين يمين شمال شمال.
الناس بتكتشف توأم للأرض في خارج القارة أو خارج المجرى الشمسي بتاع الكواكب، وده لسه بيتكلم في أنه جامعة تم تأسيسها لتغييب العقول وتغييب شرع الله. ده فكر الحزب اللي هو عاوز يصل إلى السلطة، بما أنه هي تم تغييب يعني تأسيسها عشان تغييب شرع الله، المفروض تتقفل بقى أو يتم تنفيذ المناهج اللي هم عاوزينها تتدرس. طب يعني أنا عاوز أعرف لو هو كده يعني والعلم تغيب لشرع الله، هو إيه موقفه من البنت مثلا اللي في كلية الطب اللي هتدرس تشريح بقى لجسم الرجل والمرأة، أو الولد اللي بيدرس تشريح لجسم الرجل والمرأة؟ مش هيطلع بنت دكتورة بقى؟ والنهاردة برضو طلع لنا على اليوم السابع مجدي حسين رئيس حزب العمل الإسلامي يقولك إن البورصة ربا فاحش ويعني مقامرة ولا حاجة لنا بها، قمار وربا البورصة دي. طب ما السعودية اللي هي المثل الأعلى لكم فيها بورصة للبترول، لما تلغي لي سياحة وتلغي لي بورصة وي 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 هتدخل لي الاقتصاد القومي ايه؟ هتباشر حقوق الشعب ده ازاي؟ هتنمي المدارس والبنية التحتية ازاي؟ هتلغي بورصة وهتلغي سياحة، وبكرة يقفل قناة السويس يقول لك لا بيعدي فيها كفرة وبيعدي فيها محرمات، لانه ممكن تكون في سفينه نقل خمور من اوروبا مثلا لدول شرق اسيا، فدي محرمات فنمنع نعديها من قناه السويس ويقفل مصدر تاني من ايه التفكير ده؟ المهم يعني وقت البرنامج خدنا او يعني وشك على الانتهاء. في هبوط ارضي حصل في امبابه ولم يتحرك مسؤولي امبابه، والمفروض ان اهل امبابه عندهم انتخابات في المرحله الثانيه، ومش عارف يعني يرجع يقول لك اصل الانتخابات في امبابه ما كانتش قويه والناس ما نزلتش. طب ما هم عندهم مشكله، الناس عايشه في الشارع دلوقتي وبيوت اتهدد. نروح نشوف الفيديو دوت وهيطلع التتر بعد الفيديو مباشره. القاكم على خير في حلقه قادمه من انا مصري، والى اللقاء. بمنطقة إمبابة هبوطا أرضيا مفاجئا بالشارع، مما أسفر عن حدوث ميل شديد وشروخ بحوائط ثمانية منازل. الموضوع حواليك دلوقتي مش من النهاردة ولا من امبارح، الموضوع بقاله شهر ونص أو شهرين من البيت العالي دوت، كويس؟ حصل فيه تشوهات من تحت، حصل هبوط قدام البيت، هبوط قدام البيت، سكينة الحي والمحافظة وجم وعينوا وما فيش أي حاجة بتحصل، مستنيين لما تحصل كارثة زي اللي حصلت امبارح ديت عشان يتحركوا. الحي لما جه من اسبوع ان البيوت بتهبط قال لا ما تخافوش يا ماما، ما تخافوش يا ماما، دخلت عندنا الميه في الشقه عشان انا اول دور، ما دفعت عندي في الشقه بقيت اشم من 8 الصبح ل 5 المغرب، راحوا وجم الاسم جه والرطب وكلهم جم ما حدش سال فين. فاحنا رجاء بنطلب رجاء من محافظ الجيزه او مسؤولين، يا جماعه احنا عايزين نعرف الارض دي بتهبط من ايه. وقد تم إخلاء أكثر من 50 أسرة من هذه العقارات المتصدعة خوفا من سقوطها، وقد تسبب الهبوط في إغلاق الطريق أمام المارة بالشارع، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المحلات التجارية. محدش جاهل سهل لحد النهاردة، وإحنا عايزين نتحرك، وسيادة المحافظ لازم يشوف الناس دي فين، هيباتوا في الشارع ولا طلعوا على سكر الحديد. بكرة في كارثة لو ما حصلش أي حاجة وما حصلش تحرك، الناس دي مش طالبة أي حاجة، لا عايزين انتخابات ولا عايزين أي حاجة ولا ليهم أي فئة، الناس دي عايز مساكن تقعد فيها. ادي البيوت بتنزل، هي اتوضحت الارض كنا واقفين لسه عليها ما فيش شيئتين دلوقتي، لسه بتقع دلوقتي، لسه واقعه حالا، يعني على ما حضرتك صورت الناحيه الثانيه وجيت لقيتها واقعه دلوقتي، دي كارثه ولا مش كارثه؟ ايوه هو اللي اداكم المكان ده. وقال اللي هو مأجر لنا الشقه ب 1500، فين الشقه ب 1500 دي؟ اوض عامله زي ولا المساجين تقعد فيها. بقى لنا شهرين احنا اول بيت وقع، وبقيت البيت بقى كركرت وراه، وبقى لنا شهرين ورمينا الرميه السودا دي، انا وجارتي واخدين اوضه، وبقى لنا شهرين مرميين، انا اسرتي اربعه
وجارت اتنين. احنا لو كانوا الاول لحقونا من الاول من اول عقار وقع بيتنا نفسه والميه اللي كانت نزلت تحتيه كان زمان دلوقتي احنا في وضع غير الوضع. احنا متبهدلين والله. ايه المبنى؟ مش حاسس بينا والله، ما حد حاسس بينا والله. وكان الشارع نفسه قد شهد انفجارا سابقا في ماسوره المياه ادت لانفصال جزء من الحوائط، الا ان اي من الجهات لم تتحرك حتى انهار الشارع باكمله.